أنا أذكر في الباكستان زرت هذا الشيخ إلياس القادر، عنده قرابة 10 ملايين طالب، ها قرابة 10 ملايين طالب. لما دخلنا بيته وقعدنا عنده قام هو يخدم الضيوف بنفسه. سمعان أبو حفص، والله تقول له الحفص قوم أنت خدوم الشيخ وأنت قاعد إمبراطور، قوم أنت تحرك. والله قام بنفسه، عنده قرابة 10 ملايين طالب، وقام بنفسه وهو يصب الطعام هكذا بيده القدر وكبشاه يقوم ويصب. الله هذا انتهى صحنه يصب له، يلا 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 يلا. لا إله إلا الله. يخافون علي من أعداء الإسلام لأنه أرادوا أن يغتالوا عدة مرات، قتلوا عدة من طلابه لأنه كل زي واحد، نعم زي في اللحية وفي العمامة كله زي واحد، فيظنون هذا الشيخ إلياس قوسه يطلع مو هو أبدا، فيخافون عليه، فعليه حراسة وترتيبات مثل الملك. فلما دخلنا شو سيدي من مكان لمكان وأجهزة أمنية وسراديب، كنا نظن والله حندخل مكان شو سيدي وعرش وكذا. والله يا أبا حفص لما وصلنا إليه فإذا بعد هذا الدخول والتفتيشات والأجهزة دخلنا غرفة فوجدنا رجلا عمريا كسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه جالسا على الحصير على الأرض يلبس قميصا هكذا من غير كي، نعم كل تواضع هكذا يحني رأسه تواضعا وانكسارا لله ويتكلم ويبكي خشوع خضوع أدب. لا إله إلا الله. هذه زيارة تبقى معك. هذه زيارة منذ 13 عاما إلى الآن أذكرها كأنه أمامي. والله يا جماعة أدب، تستفيد من صحبة زيارة الأولياء وهو يقوم وهو يخدم. الله أكبر الله أكبر. عندما تمشي سيارته في كراتشي المسلمون يخرجون من محلاتهم ويقفون إجلالا له. السيارة مصفحة هي ضد الرصاص يركبون فيها، ننظر من النوافذ هكذا الأمة كلها تقوم إجلالا له. ذل وانكسار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لما كنا في بيت أحد تلامذتي هذا قال أبو كامران، نعم جاءت بنت لتسلم عليه، بنت صغيرة يعني عمرها 5 سنوات تقريبا وهي إلى السواد أقرب، والله ما نظر إليها والله ما نظر إليها. وين الفلتنة اللي احنا أصيب بها بعض طلاب العلم بعض المشيخين، في صبية عمرها 13 سنة بدأ تسلم عليها.